مرحبا، هنا توبو. اليوم نكمل معكم مشوارنا في سيلينج إيرا. الموسيقى هذه موسيقى هندية، فنحن في منطقة اسمها كوتشي، هذه المناطق كلها هندية. تعدينا المحيط الهندي، وهذا هو الخليج، وهنا هو البحر الأحمر وجدة وعدن. فوصلنا الهند للأسف، يعني الفيديو اللي طاف سجلته بس خرب، مدري شو السالفة. فطفنا الجزء الثالث خلينا نقول. بالمختصر الأشياء اللي سويناها هني كلها كانت عبارة عن مهمات جانبية، بس إن أذبح فلان الفلاني وأذبح هذا القائد السيء وهكذا. زين تمام. شنو وصلنا؟ إيه في أشياء اكتشفتها يعني مع اللعب، رغضنا اكتشفناها سوا بس للأسف يعني. هذا شنو كريم؟ هذه مهمات خلصناها، توني عارف إني أقدر أخلص مهمات مني. زين ف تمام. ايش بعد؟ مابينج روم. انا اوكي، اظن هذه اعطوني غرف جديده للسفن. خلني اشوف ايش سبتهم. هذه هي الموانئ التي اكتشفناها. زين، والادوات اللي عرفنا وين أماكنها وشنو هي. ف وكل أداة مكتوب عليها وين أساسها، منين تطلع، و مثل ما تشايفين يعني. مزين، ف هنا عندي الاكتشافات whatever. السفن اشترينا أخذنا سفينة صغيرة، اشترينا أو عطوناها مهمة أظن مجانية. والثانية أعطونيها عن طريق أن هذا شنو؟ تمام. أعطوني سفينتين، سفينة سرقناها بعد ما قاتلنا، لأن طورنا شخصيتنا. هذا عبد الله، مثل ما تشوفون عبد الله الحين تحت عنده بالنص تحت، تشوفون تحت. أي مهمة أو أي سرقة نسويها تساعدني في أن ناخذ موارد زيادة، أو أنه ممكن ناخذ المهمات التي استسلمت، السفن التي استسلمت آسف. انزين، فمهمتنا إلى الآن ما خلصناها الرئيسية. قضيت وقتي في أني أشوف التجارة وأتعلم شو أصير تاجر. انزين، فمثل ما أنتم شايفين هذه هي كل السفن حقتي ثلاثة. انزين، شنو معي الحين؟ أظن ما معي شيء. هذا البائع صار عندي 8 أماكن أبيع فيها، قبل كان عندي 5. إنزين، الأدوات اللي تشوفون كلها قالية، 105% زايد سعرها. إنزين، فأقدر أخذ القطن هذا. بس قبل أخذ القطن في شيء تعلمته، شنو هو؟ إنك تروح تي هاوس أو الكافيه، تشوف الناس تخليهم يسولفون عليك. فهذا ما في أحد. في أماكن تلقى فيها تجار آخرين. زين، أنا راح أطلع بس عشان أبي أوريكم شو السالفة. بروح مكان ثاني. إنزين، شمال شوية في ميناء آخر راح أروح له، وأبي أوريكم شو ممكن تستفيد من الشائعات والتجارة في طريقة أسهل. زين، ندخل تي هاوس. هذا مثلا عندنا هذا التاجر، تشوفون يقول لك اوكي، اعطاني الاسعار. لحظه، شنو اعطاني اسعار اي منطقه؟ مساوى، انا ما ادري وين مساوى هذه، بس الاسعار عنده في مثل ما واضحين الاخضر اشتر منه وده. عندي انت كاليكو، كاليكو لو اخذ منه هذه لينا، طبعا هذه الاخت اسمها كنام، هذه اعطيها فلوس عشان تبيع لي قهوه او شنو هذا. ايوه، شاي، يعني شاي. زين، بعدين تعطيني مهمات او معلومات مثل ما تشوفون هني. زين، فعلمتني ان جاكرتا موجوده بالشرق. خلصنا. ندخل على السوق، شوف الادوات الموجوده عندهم. هذه الادوات اللي مساء اعطانيها التاجر، قال ان هذه الادوات تقدر تنباع بسعر عالي حيل، بس مثل ما تشايفين هني السعر جدا نازل. فاخذ 8 قطع منه. زين، تمام.
راح نروح الحين. إذا شفت الخريطة روح مثلا هني تشوف إن شنو الأشياء الموجودة في مسقط. مثلا مسقط بيقول لك التمر والأشياء اللي تحت يمين هذول الأربعة. فكل مدينة تطلع لك الأدوات المعينة فتروح تجيبهم وتجي. زين فالحين راح أروح حق مسقط حيث إني بشوف إن في مهمة هناك بخلصها. ف جهزنا كل السفن، الحين رحلتنا إلى مسقط. شايف راح نتعدى المحيط الهندي. اللعبة الأمانة كل ما طولت فيها كل ما صارت أحلى. يعني أظن إني أقدر أسوي أسطول من السفن التجارية وأسطول من السفن المقاتلة، حيث إني إذا صرت أبي أسرق قرصان وأقتل ما أود قتلهم الناس أخذ السفن الحربية أو المقاتلة. أما السفن هاي سوى تجارية لا أكثر ولا أقل. إنزين، فمع الوقت راح نأخذ سفن أكبر. هاي السفن الصغيرة ما فيها إلا مخزن واحد، مع أنها تجارية بس مخزنها أداة واحدة. في أحد الموانئ ما أدري أي ميناء بالضبط يبيع لي سفن أكبر. إنزين، أنا مريت عليه بس ما أذكره. فراح أشوف أي واحد بعد شوي وحاول إنه نعرفه وناخذ من الأدوات اللي نبي. زين لو أقدر أقاتل وناس أصير قرصان، فللأسف يعني مو ضابط هذي معي. لما تشايفين قطعنا المحيط الهندي وخلصت كل الأكل اللي عندنا تقريبا. زين راح السوق نشوف إن شاء الله نقدر نطلع فلوس عليهم. يرجى إلقاء نظرة على بضائعنا الجديدة. للأسف يلا طلعنا دبل السعر. مشكلة ليش دفعت عليهم؟ ما بعت لأني أبي لا. شوف يمين فوق في علامة الكأس جنب رقم 20. رقم 20 هذا يعني أني كنت تصير عندهم مشهور في هذا المكان، فكل ما زاد كل ما زاد شهرتك وصار في مجال أنك تفتح أشياء جديدة وهذا الكلام. زين فالحين عندنا هذه الأدوات أقدر أشتريها حق السفن، بس أنا ما أبي ولا واحدة منهم. زين طبعا هذه الأماكن تفتح شوي شوي. نقدر ندخل هني الكوميرس جولد. الكوميرس جولد هذا أظن يعطونك مهمات تخلصهم، يقولك والله جيب لي كذا وجيب لي كذا. فهذول يبون تبق، أنا ما عندي تبق، ما أدري من أين أجيب تبق أصلا. مسك وجنسنج ما أدري من أين أجيبهم، أظن راح أجيبهم من الجنوب. إنزين إلى الآن ما في ولا وحدة ممكن تساعدني أو أجيبها. وندخل هني جوفرنر اوفيس. في عندنا باونتي كويست اللي هي صيد القراصنة بحيث ان نصير شرطة. زين او هني بيرمت اللي هي انك شوفوا علامة الكأس صارت فوق يمين عندي 20. عالمية كأس راح يصير اني اشتري بيرل اللي هو اللؤلؤ. فكل ما طورت كل ما فتحت اشياء جديدة كل ما يعني سهلت عليك عملية الحياة كتاجر في هذه في هذا العالم. إنزين، فندخل تريد سنتر الحين مرة ثانية عشان نأخذ من الأقراض. بس قبل ندخل تريد سنتر أنا راح أرجع أشوف الكافيه، راح أكلم هذه أمن. شوف الحين صارت هي تستقبلني ليش؟ لأن عندها القلب الأول خلصت منه، فصار يعني أسهل لي أوصل المعلومات بسرعة بدل يعني قبل كانت المعلومات صعبة. فشوف الحين شلون راح تصير عندي خيارات أكثر. شوف هذولهم. إنزين، فأقول أعطيني معلومة. حلو، خلصنا المعلومة. إنزين ما ندري منها شيء. ندخل كافية مرة ثانية. هذا التاجر مثل ما لقيتكم. شوف التاجر شنو راح يقول. يقول برانش إسكارس and short supply here will make a killing every day with proper operation. أظن يتكلم عن الأكل هني. بما اني اخذت معلومة عن الاكل اقدر مثلا اطلع واخذ اروح اشتري اكل واجي. زين فمثلا انا راح اخذ هذه الادوات اللي عرفت اللي لونها اصفر هذه تنباع في الهند بسعر عالي حيل، فاقدر استفيد من هذا الشيء. زين فمثلا انا راح اروح الهند الحين، بس خلنا نشوف شنو عندي مهمات. هذه المهمة الاساسية. زين كملت منها 4 خطوات باقي 5. أظني راح أروح حق
الشرق بحيث اني اوصل الى يعني البلاد الاسيويه. ف اشي بروح له. هذه مهمه جانبيه دي ال سي عاديه حيل زين يعني وجدتها بعد ما واحد هذا الشيء. فكل مهمات الحين الجانبية والأساسية يقول يروح حق إيشا اللي هي آسيا يعني إيشا. ف بروح بلاد آسيا، راح نتعدى الهند الحين نروح للشرق ونكتشفها أنا وياك مع بعض زين. فيفضل دائما إنك تكبر الأسطول قد ما يقدر، لأنك شايفين الأغراض عندي صارت واجد الأكل. ف شيء مفيد جدا بحيث ان رمك بيكون على قيد الحياة. تقدر تسوي شيء ثاني اللي هو ان قبل لا ترحل تحدد عدد السيلرز البحارة اللي معك. فاذا حددتهم راح تقل عليك الاكل، يقل عليك حيل. خلينا نبغى ديو، مو بيبسي هذا ديو المنطقة اسمها. حلو، هذه هي ديو. نروح حق تريد سنتر نشوف اذا نقدر نبيع الاقراض هذه بسعر عالي. شوف كم جابت الحين، فسعرها عالي حيل. هني طلعنا 22000 زين. هذه هي الادوات كلها للاسف يعني غاليه، فخلي ولد. انا شوف تي هاوس عندهم، هل في تجار ممكن تتكلم معي؟ لا، هذا راح يقول لي قصه، يقول لك موزمبيق. اوكي، في ادوات طيبه في موزمبيق. موزمبيق تحت، بس انا بيروح حق البلاد الاسيويه. فراح اعطني بدي اسوي سيل. نروح تحت، الادوات هذه كلها غاليه. المنطقه هذه اظن ان المنطقه هذه حيل يعتبر عاصمه بالنسبه للبلاد الهنديه في هذا الوقت. ف شوف المدن اللي تحت، اظن راح نلقى اشياء ارخص وارخص. فناخذهم معنا ونطلع للشرق مع بعض ان شاء الله. هذه قوة، بنشوف قوة شنو فيها. ندخل تي هاوس دايم، دايم ندخل تي هاوس نشوف التاجر شنو راح يقول لي. اوكي، هذا اسعار مسقط. مسقط اذا الحين اخذت هذه الاغراض راح ابيع فيها السعر الفلاني وهكذا. ف اشوف لو للاسف الاشياء المرتفعه حيل كلها من عدن تقريبا. في عندك الكاليكو، هذا سعره واجد، فاقدر اشتريه اظن رخيص. لا ما في كاليكو، هي كاليكو بالمنطقه الثانيه تحتها الجنوب من هذه المنطقه. ف خلينا نروح الجنوب الحين اللي هي كوتشي من شو اسمه. تمام، هذه كاليكوت. نروح للسوق. السوق سوق. ما ودي ارجع مسقط، بس شوف شلون الادوات هني حيل رخيصة، فاقدر اشتريها بسعر رخيص الحين. اخليهم في المخزن، اجي بعدين اخذهم. زين، ف اقدر اخذ هذه كلها. لو اخذهم كلهم كان يكلفوني 21000، كلهم رخاص والله، فاقدر اشتري منهم في كل الحالات. ف بناخذهم زين. شوف خسارة واجد، بس باقي راح يصير منها بكل الحالات. انا راح الحين حق البير اللي هو المرفأ زين. ادخل الوير هاوس اللي هو المخزن. شوف حطيت اغراضي كلهم، فما راح اخذ شيء، راح اكمل طريقي. زين، راح امر كوتشي بعدين اطلع حق شرق، لاني راح لازم اخذ معي شيء قبل اروح حق البلاد الاسيويه، ممكن يجيب لي سعر طيب. ف خلني اروح. شوف فوق بالنص الحين في علامه سيفين، هني في اقراص يعني في المنطقه هذه، يقول لك انها ترى خطيره، ف كلها حراميه ومن هذا القبيل. فهذه هي الهند. لو اجي هنا راح اجي عند البلاد الاسيويه، الصين اظن راح نوصلها، ولو ان الصين ابعد من كذي. ف خليني اروح تحت ما في شيء.
انا قاعد امشي على جوانب اليابسه بحيث ان اذا في مانع للامانه ما ادري لمسته افقه كثيرا في التاريخ القديم. ف مثل ما تشوفي طلعت جزيره عاديه لا اكثر ولا اقل. الدرب اللي قاعد امشي درب يخرع يعني، وهذا اكل حلو ما راح ينقصنا اكل ان شاء الله. بس شايل هم القراصنه، لان القراصنه يخرعون بسبب ان السفن الصغيره ما تتحمل القتالات واجد. حلو حلو ما في قراصنه الحين خلاص شالوا علامه السيوف. هو يابس صغير يعني بنحطه على بيته هني بيوم من الايام. حلو وصلنا الى اليابسه، اظن ان هي عاد عند اليابسه هذه راح نمشي الى الشمال. هي راح تطلع يعني منطقه او منطقتين باذن الله، حيث ان هذه باين قدامنا في منطقه هني. للاسف والله ما في خلص اكلنا. سيست المشكلة اكيد في منطقة يسار، في منطقة دام في نهر على اليسار اللي تشوفونه. هذه عاصفة الله يستر، اكره العواصف. هذا النهر اكيد في، اكيد في مدينة يعني. افا ما في شيء، تشوفون اكلي خلص وعزيمة الجماعة خل قاعد تقول حيل. مرينا على ميناء تشوفونه، راح ارجع له، راح اخذ ذول وانزل مرة ثانية. ميناء هذا شنو؟ ميناء رئيسي خلينا نسميه لأنه يلمع. ف خلنا نشوف شنو سالفته. ما هذا الميناء؟ أو بلاد هندية أيضا. باغو زين، يا باغو يا حلوة شنو عندك اليوم؟ أوه هذه مو بلاد هندية أظنها آسيا. ايش اللغة هذه؟ والله ما اعرف. ايجن اسيا. We're on to Paris on our last voyage. Luckily we got some weapons at the equipment store in Bruni. Bruni. Okay, or we may have been. Okay. فا انا وصلت هذا 30، فالحين بلفل هذا. فتحنا سكيل. يقول لك business increase the trade profits and contribution in the budget. هذه المفروض انا كنت محتاجها من اول. زين حلو، الحين يقول لك شنو؟ كل مره نسوي بزنس ومعانا ناصر راح نطلع فلوس زياده، راح ننشهر زياده اللي هي علامه الكؤوس نفسها. ف خلينا نشوف السوق حقهم. تمام الادوات. هذه الصين، بلاد الصين هذا. دام عندهم الجيدايت هذا او الجيد الاخضر يعني الصين، حتى عندهم عيش ف اهلا بالصين. الى الان كل شيء غالي للامانة، فما ودي اشتري شيء. راح نروح شمال. تمام راح نروح شمال الحين نشوف اذا في مناطق ثانية. احاول اني اربط بين الهند و الصين باي طريقة ممكنة. زين راح اطلع لان شنا بفتح الخريطة. ليه عاد ننزل حتى نكمل دربنا. سير فلايت ساوث ايست. ساوث ايست اللي هو الجنوب الشرقي من البلاد الاسيويه، فاظن لازم اكمل طريقي زياده بعد مني. فالمهمه هذه راح اخلصها وياكم، بس قبلها خلنا نشوف كل المناطق الموجوده على هذا الساحل. اي نهر نفس الشيء اظن انه جنب مدينه، فهذا اعتقادي انا شخصيا. مثل ما شفت هذا واحد وحده يبدو انها هنديه. كولكاتا هذا هندي شكله. اشوف تي هاوس. ايوه هندي، هذا واحد من الشرق عندنا خليجي يعني. بورت بيتر تكنولوجي كان نوت اونلي بي. اوكي يبدو ان هذا الميناء يهتم بالسفن مثل ما شايفين. سامان صحيح دام پر يبيع اشياء حق. يقول لك طبعا ما يشغل شيء لاني ما محتاج الحين، مع ان سفني قلت قوتهم، بس لست بحاجه ان اغير يعني. بس خلينا ندخل الشيبيارد نشوف. اوه اقدر اطلب سفينه الحين. بلو برنت، بلو برنت اللي مساعد فتحناهم ممكن تخليني افتح سفن اقوى. ف نعم هذا شيء جيد صراحه.
خشوا مثلا لو اجي اقول use blueprint. اوكي ما عندي blueprint الان فما اقدر اسوي order. زين اقدر اطور السفينة، اقدر اصلح السفن. لو بشيل السفن كلهم سلوب، هذي هاي سفينة قتالية عربية، ف 35,000 حلوة والله. ايش رايكم ناخذها؟ حلو تمام. راح ارجع وربط سفن. شلون اربط سفن؟ اجي هني هذا هو الفليت حقي، فحط الكابتن ناصر بحيث انه يكون في السفينة العربية. اما السفن الصغيرة ليست الا لحمل الاغراض، ماتت او ما ماتت لا يهمني. انزين نجي نشوف شنو الاشياء اللي يبيعونها. يعني عندهم كاليد كوميتش اسمه هذا، ريد ساندل وود، تمام. سبايك ما نشعر شيء، بخلي فلوسي معي الحين على الاقل. ونطلع لا لحظة لحظة، لازم اروح اجيب بحارة من تي هاوس. لان شراي سفينة جديدة، السفينة الجديدة تحتاج الى رجال يشغلونها. انزين فالمفروض ان خلصنا كل شيء الحين. سيل بريبريشن نقول يلا مشينا. حلو اظن شنو هذا؟ يقول كوين مارتش ساين سيلرز. اوكي هذه لازم احط فيها بحارة، فحطيها بحارة الحين. مثل ما تشوفين الخريطة اكتملت تقريبا. زين فاللي بعرفه انا زين اللي بعرفه هالاغراضي وينهم؟ اوكي انا كليكوت سويت معها تجارة واجد. لا ما سويت معها تجارة واجد، ذكرت شوين علامة التجارة اللي على اليمين؟ كل ما كان العدد واجد كل ما كانت الفلوس اللي تطلع وتدخل لها يعني بمقدار طيب. ف ما ادري اي منطقة اللي خليت فيها اكلي، فقاعد افكر اني ارجع يسار شوي لا يجي مين. انزين لا ليش رديت؟ نطلع سيلينج پر جانے کے لیے تیار ہیں. زين راح انزل تحت بالضبط عشان امسح المكان اللي هذا بحيث ان اشوف اذا اقدر اسوي مهمتي هنا او لا. فما ادري وين سفينتنا الجديدة، هي اخر واحدة. تمام خليني امسح هذا المكان على ما ان اكلنا. زين الحين انا اوكي لحظة والله ما قريت الدرس للاسف، يعني غلط غلطي انا. اشوف شو السالفة. وقف هني زين بعدين. الجو سيء مثل ما تشوفين، خلينا نحاش احاول اني اطلع بسرعة منه لان راح يضرب سفني. شوف السفن اعداداتهم قاعدة تطيح واجد. طلعنا حلو من العاصفة، خلينا ننزل مرة ثانية بحيث اني امسح هذا المكان والشيء اللي توني واصلها. هذه راح ارجع لها انا بعد شوي. اوكي اكلنا خلص بسرعة لانه خرب مع المطر، فنرجع لاقرب مدينة. السفن والله تعورت حيل فلازم اروح اصلحهم. للأسف ما في مصلحين السفن هني. شوف التاجر شو يقول هني، يقول لك يقول لك ميناء البصرة يحتاجون إلى القطن، فأظن في قطن هني ناخذه إلى هني. هذا القطن خلنا ناخذه كله. زين وناخذ كتن فابريك او ايضا قطن. الحين شنو بنسوي؟ بنروح البصرة لما انا كل شيء. خلاص هذه الرحلة راح تكون طويلة شوية، ف نحاول اسرع اللعبة.
زين ايوه كذا راح نقضي وقت اكثر من الالعاب راح ياخذ مني وقت وانا امشي من منطقة لمنطقة ف قدامنا في ديو هذي خلنا ندش الحين لنا اوه يقولك ان لقينا حيتان زين يقولك توكلهم ولا انا بحاول اني اوكلهم تمام اخذنا 2000 اكس بي حلو شيء مفيد راح ادخل هني خلني ابطل اللعبة شوية الحين عاد بس اني اجهز رحلة اخرى الى البصرة لان اكلنا مخلص مثل ما انتم شايفين ف كمل مشوارنا زين راح اسرع الحين راح اوصل البصرة هذه العلامة هذه شنو يعني اوكي العلامة هذه يعني بروسبروس اللي هي شوف الحين لما حطني على هرمز مثلا او هذه شوف عادية يعني فهذه يعني ترى فيه الاسواق في هذه المنطقة تكون يعني منتجة يعني تطلع فلوس واجد ف اروح ابيع هناك احسن لي فاروح البصرة هذا مضيق هرمز نتعدى نروح حق البصرة كذا شوي ويخلص حلو وصلنا بالوقت المناسب زين راح ندخل السوق الحين اظن راح اطلع فلوس طيبة باذن الله يعني على بضائعنا الجديدة حلو طلعنا 13000 نايس زين للاسف كل شيء غالي عندهم لان السوق يعني ناخذ المشروع بسيطة ف نرفع ليفل خوينا ناصر يطلع حق الميناء مرة ثانية ننزل إلى البير جاهز للإبحار نروح هرمز الحين نشوف هرمز شنو فيها ونرجع إلى مسقط سرعت اللعبة شوية خليت الدبل بدل المساحة 5 أضعاف الحين بس 2 أو 1 آسف عندي جماعة تعبانين شكلي لازم أقهويهم فهرمز الحين تفاهم وياهم في مهمة هني بس ما ابي اسويها خليني ادخل الكافيه تذوق رائحة المشروب اشوف التاجر ايش يقول لي اوكي المنطقة هذي خليني اكلمه مرة ثانية توزماني انا ما اعرف وين هي اصلا ف خليها لك كلوز سيلينج كلوز اوشن دونت فورجيت مي سم حلو اذا كان في عصير الليمون ينفع في الإبحار لمدة طويلة فشيء هذا مفيد جدا الحين استفدنا فيه معلومة جديدة أنا وياكم أهلاً زين يرجى إلقاء نظرة شوف السوق كل شيء مرتفع زي ما انتم شايفين فما راح اشتري شيء تبغى نجرب هذي كن مستعدا لرحلة طويلة يقول لك سترين نوت سكيرس هرمز اند سيت بي مدري شنو اوكي اني نوت لحظة بحاول اسوي رحلة ارضية انا ما اعرف اسويها رحلة طويلة اوكي الرحلات الارضية لازم تصير مشهور في المنطقة اظن ما عندي شيء هني بالمخزن ف 6 سيل الحين نروح حق مسقط من رأسنا تمام هاي 8 4 سفن معاي هذه مسقط وقفناها تمام مسقط شنو فيه الحين كافيه نروح حق امن هذه مش اسمها نعطيها قهوة في قهوة احنا وياها you look really drunk cowboy لا ما بعطيك هدية انقري نطلع اوكي ما عندها سالفة خلاص خلت ولي اشوف التاجر اوكي شوف هذا اعطاني معلومة حلوة يقول لك البصرة يحتاجون الى التمر اكثر شيء ف شو نسوي هني؟ نجي عند السوق ناخذ تمر اهلا اذا في تمر كمان هذا هو التمر زين لا التمر كله ناخذه 7 حبات عندي فرانكشتاين شو اسمه هذا خلنا ناخذها زين ناخذ هذول بعد ف ويت لحظه
ما ابي ابيع هذه، باخذها معي. خلاص هلا ابيع حالي. تمام بناها عليه احنا من المخزن، نقدر نبيع من المخزن هذا اكتشاف جديد. الحين اروح ابيعهم بالبصرة، ارجع البصرة لاني قاعد اطلع الفلوس. الفلوس خلصت تقريبا. لا بد ان تخسر كل اموالك بحيث انك تطلع فلوس. ما في احد يبقى راس ماله معه، ومثل ما تشوفين صار عندي الاربع سفن هذه على امل ان ناخذ الخمسة والسادسة والسابعة والعاشرة. فنروح البصرة نبيع اللي عندنا. ليش؟ لان السوق عندهم هني مشعل على قولتهم، ف نبيع بسعر عالي الحين اظن. فالفايدة لي انا، حتى ما رجعت خذيت مرة ثانية تمر. اهلا، يرجع القول نظرة على بضاعتك. فالحين طلعنا احنا ب 6000. حلو. بير جاهز للابحار. نقتل السفن ونروح مرة ثانية، بس المرة هذه باخذ كل شيء معي واطلع حق الهند مرة ثانية. بخلص المهمة هذه معاكم قبل لا اوقف الفيديو. والله سرعة دبل احسن من السرعة العادية، ف سرعة عادية شوية نوم. الا اذا جاء القتال عاد اخلي السرعة طبيعية، يعني ما بدها من شيء يعني. ناخذ ريسندر هذه. في وسط اظن. اخذنا اغراض كلها. هم يحبون هذه الاشياء الهنود اللي هي الاصفر هذا. ناخذ الزعفران ايضا. ما عندي كذا فلوس للاسف. زين 6000 خلنا كذي. زين معي 3 قطع. جاهز للابحار. سير بريبريشن، نروح حق ديو اول شيء. راح اخلي سرعه 3 اضعاف. اظن 3 اضعاف مناسبه اكثر من 2. بعد الاول وحده سويناها ترى كانت 5 اضعاف. ف يعني الحين ديو بعد عندهم خلينا نسميه مهرجان، خلينا نسميه مهرجان مع بعض، نتفقنا مهرجان. فعندهم مهرجان فاظن يقدر يبيع لي بغالي شوي. حلو، شوفون شلون ارتفع السعر حيل. فطلعنا 8000. نطلع اقدر ارجع الى مسقط وابيع مره ثانيه، بس اظن ماني محتاج. بشوف اي منطقه اللي خليت فيها اقراضي باخذهم معي برجع حق البلاد العربيه. زين برجع حق سوق البصرة بحيث ان ابيع عندهم كل شيء اقدر ابيعه. والمفروض ان في منطقة من المناطق هذه يا ان في قوة ندخل هنا. لا اغراضي من هنا، راح ننزل الجنوب كاليكوت اظن. انا سويت شيء غلط. يكفي يكفي 400 يكفي. حلو كفانا. تمام نجي هني. سيلينج بر جاني كلي. هذه هي اقراضنا كلها. زين ف اخذنا السلك اللي هو سلك شنو يعني؟ هذا اعطيه فلوس نضبطها من الحين عشان نشرب معها شاي وكذي عشان تعطيه معلومات زياده. اوكي. تاجي شيء يقول لك منطقة اسمها منطقة مرة ثانية كيلوا. اسم المنطقة كيلوا. انزين كيلوا يقول لك الأشياء المدفوع سعرها. احنا معنا الأدوات. وين الأدوات اللي معي؟ أبي ألف أشوف أغراضي شلون. اوكي اقدر اشوف كذي. السعر هذا شوية مرتفع. ما ينفع. ناخذ في حق ناصر. نطلع الحين نرجع حق البصرة عشان نبيع اغراضنا. ف لحظة. تمام الحين خذينا اكل وضبطنا الوضع. نرجع للبصرة دام إلى الآن سعرها طيبة. الحين سرعنا الطريق شوي طويل فعادي نقدر نسرع اللعبة شوي.
ناس الربع يبون قهوة أو شاي، خل نشربهم بعد شوي. أدخل الكافيه، أكلم الأخت هذه، خليها تعطيني معلومات. تمام. أوكي. خليني أسوي تريت حق الجماعة، خليني يستأنسون وأرفع معلوماتهم شوي. تحتاج الشيء بيقول لك مثلا يصير شيء بزاد البرايس ليست. اوكي عدن مرتفع اسعارهم ولا لا؟ ما ادري، خلنا نشوف عدن. خلنا نشوف الاشياء اللي اقدر ابيعها. عندي لا للاسف عدن ما تصلح مع اغراضي انا، ف ما لي اي فائده لو رحت هناك. زين لحظه جاهز. اوكي راح اقلل عدد السيلر. زين بعدين اقول لهم كل سبلايز. اوكي لحظه، في عندي مشكله. اوكي زين دام كذي شنو بسوي؟ راح اخلي بعض السفن هني، السفن الصغيرة. زين اخذ بس العربية هذي حقت الأسر. اوكي الوير هاوس مثل ما شايفين، سيل بريبريشن. الكارغو اللي معاي عبارة عن كليك، و ارجع هذا. زين واخذ ال كليكم وش اسمه. زين الحين اظن اقدر اخذ. اوكي خلني على النيدد. تمام تمام خلني اطلع. لحظة ليش ما ابيع هني انا؟ ليش خش خش لا خش 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 خش. طبعا اللي شايفين الحين البحارة أقل شيء عندي وكل شيء، ف قاعد أواجه شوية خسائر، تلك ليست مشكلة يعني. ندخل أهلا سوق نبيع هذا كله. حلو حلو اللي تعلمته توني شنو؟ إن إذا سوفلك واجد راح تدفع معاشات كثير، ف جاهز للبحار. خلاص انا راح ابقى على سفينتين، الاربع سفن حق بعدين مو الحين، فما في فايده من انك تخلي معك اربع سفن. فهذا الدرس اللي تعلمناه سوا، خلنا على سفينتين هذول يمشونا الى ان شاء الله نقدر نكبر شوي شوي اذا طلعنا فلوس زياده. فنرجع الى مسقط ناخذ ما تبقى في جعبة المخازن. زين فنجي هني نقول اعطني كل شيء معك هذول. بعدين نرجع حق السوق. احنا ندري ان شنو البصرة يحبون التمر صح ولا لا؟ ناخذ التمر حق البصرة. تمام بعدين نرجع نروح نبيع عليهم. جاهز للبيع. حلو الحين المفروض ان خلصنا كل الادوات اللي شريناها. السفن حقتنا في مسقط، دايم راح اخلي مخزني في مسقط، حيث انه مسقط ورأس عبد الله شخصيتنا هذه، ف نستفيد هذا الشيء. تمام هذه هي البصرة، نبيع عليهم اللي معنا. اهلا، يرجى القاء نظرة. فلوس. حلو، رجعنا فلوس مثل ما انتم شايفين. زين، جاهز. راح هي خلاص بسوي مهمتي ونوقف وياك. المهم يقول لك اثر دايج ريبيتيشن بس عبد الله مرشنت نيم الله يسبر. ساوث ايست ايجيا ريجن. الحين لو ابي
Southeast Asia. لحظة. هذه Southeast Asia تشوفونها، فهي المفروض هني، فراح نروح لها. مرور ببلاد الهند. خلي يسرع الوقت دام طريق شوية طويل. راح نوقف في إحدى المناطق الهندية في الجنوب. يمدينا إن شاء الله. حلو الأكل كيف أنا؟ مو ليش كيف الأكل؟ لأن البحارة شوية اللي حاطمنا. شيء جيد جدا. زين نجي هني. سيلينج پر جانے کے لیے تیار ہیں. زين. لا لحظة مهني. خل أرجع أروح حق التي هاوس. أخذ بحارة. زين. زين أقول لهم اشربوا شاي. زين ننزل ندخل حق المينا وأقول لهم يلا خلنا نمشي. سيلرز خلهم أوتو. 3000 والله واجد. على الحاجة. خلهم 50 اللي عادي. زين هذول خلنا نزيدهم الى 60. خلهم فل هذول عادي مو مشكله. 3000 هذا كذي. زين في المنطقه اليسار هذه الجزيره الحين فيها التجاره والمهرجانات طيبه شكلها. هذه زين مثل ما تشوفين الحين عندنا عاصمة دي. بس راح انزل اروح المنطقة اللي انا بيها. هذه الجزيرة ما فيها شيء ف راح اغطي هذه المنطقة كلها الحين. امسحها مثل ما تشوفون قاعد امسحها كلها. انزل خلصنا مسح. نروح الباقو مين ربنا باقوني. هذا هي ندخل ميناء بس عشان نريح شوي ناخذ اكل زيادة. زين نزل تحت بسوي مهمة ووقف. هذا عاصفة اخرى. او نو تمام احنا جينا هني كل الاماكن هذي. هذا مضيق. اهلا. اوكي وصلنا المكان اللي نبيه. هذا ميناء جديد ملاكا. اوكي شوفوا هني مهمات واجد صارت. المهمة الرئيسية تحولت معي اظن. زين فخلنا نشوف تي هاوس شنو عندهم. تي هاوس عندهم بحارين اثنين. نشوف هذا شنو يقول. Latia, you are back so soon. You believe me now, don't you? Okay. Latia, you've done the halva, yeah? Siros, you know Siros. Aji. قرصانة هذه. نروح نقاتلها الحين. اوكي. هي تقول لك من جت آلجي خلاص صار العالم كله تخاف فيها من هذا المضيق او هذه المنطقة. ف نشوف مسك كونشنس بعشرين ناصر. حلو الكابتن يبين يروح. اوكي جيادن. هذا شكلها منطقة صينية. فبروح حق ميناء جيادن بحيث ان اجي المفروض انها تكون هناك. خليني اطور ناصر.
بدنا نروح نشوف السيلر هذا. اوكي شنو عنده هذا؟ هذا كم سيز ان انشنت بوك ليس اند وان اوف ذا ريدلز. اوكي اوكي في واحد مواجه لوكس واللي يحل هذا اللوكس ممكن يعطيه لؤلؤ بحيث انه يحل اللوكس. شوف شو السالفه. خلنا نشوف لاتيا هذي نعطيها اشرب اياها مدري شنو يشربون لي شاي. خلنا ناخذ معلوماتنا. تمام احنا الحين في الصين انزين ف خلنا نخلي الجماعة يشربون انزين. الحين ننزل نشوف المهمة الثانية اللي هي جوفرنر هذا المكان المحافظ حق المكان. ايش عندك؟ اوه هذا هو اللغز اللي مساء تكلم عنه. هذه الدي ال سي اللي ما لها داعي. هذول يعلمون بنات جايز من المستقبل قاعدين يدورون شغلة ترجعهم حق ما يعني زمنهم. اوكي تمام. اعطاني البيرل هذي. تمام نصيد القراصنة. في حلقة راح اخليها بس حق الصيد زين. فما راح اسوي شيء الا اني ادخل الايتم ستور هذا. يقولوا there you are captain, I waited a long time for you, I've got news for you. Father who once served the Maori family there, the roots he had gathered over the years and became a monk. اوكي اذا اعطيته 6000 راح يعطيني دليل على اني اروح اخذ شو اسمه هو دليل للكنز. فخليني اشتري اشوف شو يصير. اكينو كون شنو نزل. فخليني ادخل مره ثانيه عنده اشوف شنو يبيع. وين هو اي واحد ايتم ستور. الايتمز اللي عندك يا صديقي ما عندك الا الدجة. نطلع منك نشوف في مسجد. اوه كول زين. تي هاوس تي هاوس دخلنا خلصنا زين. شيب يارد شيب يارد خلينا نشوف شنو في عندهم. الله اكبر زين. يقول لك تشاينيز سفن صينية. هذول سلوبس اللي هي السفن الصغيرة. سلوب يعني سفينة صغيرة. شو الفرق بين الصينية والسلوب العادي؟ الصينية أسرع بشوي بس لا أكثر ولا أقل. تريد تنزل خشوف التجار. يا هلا يا هلا وسهلا. أوه كول عندهم أسلحة يعني الأسلحة ب 97 دولار أو دينار. بيرل اللي هو اللؤلؤ والسبايك اللي هي أشواك السفن. زين راح أطلع أشوف الأخت اللي نسيتها البنت هذي مش اسمها. ف للأسف ما خذيت بحارة. لازم أخذ بحارة الحين. أحتاج بحارة بحيث إني أصيد هذي آجي زين. فنرجع مرة ثانية. لا مني مني نأخذ البحارة مني تي هاوس زين. نأجرهم بعدين نخليهم يشربون عشان يستانسون نقص عليهم. بعدين قوم يلا مشينا. سيل بريبريشن ربط السيلرز حطها اوت فول ولو انها واجد بس يلا لاني خلاص ابي اظن في قتالات هني زين. فراح نشوف المنطقة اللي قدامنا على امل ان نلقى اجي. اجي وين هي؟ قالوا لي وين هي؟ وين اجي وين اجي؟ جيادن جيادن خشوف جيادن وين هي؟ حلو
تمام. حلو حلو. هذولي قصتهم على السريع. على أن بنات جو من المستقبل وخذ لقيتهم أنا. قاعدين يدورون بيرل على اسم الشركة اللي سوت اللعبة اللي هي بلي بلي. أظن هي موجودة الدي إل سي لتسهيل اللعبة على اللعيبة. فكل مرة يطلع لك بيرل غلط وتأخذ أنت تبيعها. أظن كذا الوضع صاير. إلى أن تساعدهم توصلون إلى مكانهم. باتاني مدينة باتاني أو ميناء باتاني خلينا نشوف شنو عنده. أبوكا مثلاً. شنو يبي هذا؟ أوكي. تمام. هذا شو اسمه؟ كان في معركة جيادن زين، وجيادن خلفت وراها حطام سفن. بروح نشوف شنو حطام السفن هذا، ممكن نطلع لنا أشياء ما أدري. زين، أشوف شنو الأغراض اللي معها. هذا عيش وصوت ملح و تن أور اللي هو حديد تقريبا أو معادن. فإلى الآن أنا ماني عارف وين جيادن هو الشبرك، بس المفروض ان الشبرك يكون قريب هني لان انقذوه. فطالما انهم انقذوه هذا يعني الشبرك قريب حيل، اللي هو حطام السفن التي دمرت في القتال. هذا نهر يبدو انه في منطقه هني، هذه منطقه حلوه خلنا نشوفها. يا الله يسلمني شلون تلف كذي. يلا ان شاء الله هذه جيادن لوبوري، هذه لوبوري. والله ناس قاعد اكشف معكم اشياء جديده. شنو قاعد يبيع هذا؟ روبي اللي هو زمرد اظن؟ مو زمرد والله ما ادري. اللي اعرف انه هو روبي عباره عن مجوهرات. زين ننزل تحت. اوكي تمام، ما في شيء هني. السفن قاعدة تكبر، بمعنى اللي قاعد يقول عبد الله بالضبط الحين هذا ان السفن قاعدة تصير قديمة، ف لازم اظني ابدلها او ابدل مجسمات. شوف لهم صفها بعدين. الى الان ماني قادر القى الحطام، وجيادا ما ادري وين هي، بس هني شكله في ميناء هني. ما في ميناء ولا في هني. لا اكل قاعد يخلص. يلا عطنا واحد ميناء. يلا عاد يلا لا تبسخها. اوه ما في ميناء. اوه هذا شيء. كابتن ذا فوت كاونت از اوف. اوكي انا خلص اكل مثل ما انتم شايفين. هذا اكل هذا اكل هذا اكل. اوه ان شاء الله يقضني شوي بس على ما القى ميناء اخر. للاسف ما في شكله، ما في موانئ هني. يا الهي. طبعا راح يطيح القلوب اليمين، بعدين يطيحون الناس نفسهم راح يموتون. ف الكاركترز ار اون فاير. اوكي ريسك فروم. تمام، مع انه ما في شيء بس انه حدث بسيط على الاقل. حلو وصلنا هنا ان شاء الله. هاي جيادن ماكاو. الحين احنا فعلا بالصين. اوه مطعم. لا شنو اليابان هذه؟ والله ما ادري تصدقون. خل نشوف السفن اللي عندهم. لا شكله ياباني هذا. لا والله تشاينيز صين. انزين ما المشكلة. ماس جفت شوب. هذه الجفت تقدر اعطيهم البنات بحيث ان اضبط معها العلاقة وكذي حركات.
الله أكبر 10,000 والله لو إنك تحبها حب نجمل مو كذي يا أخي ستور. آه هذا البائع. تمام. لا يبدو إن هذه يابان. لأن الشاي وهذه الأشياء اللي هي الفانز ما أعرفها بالعربي. ماشي يسمونها بالعربي تصدقون؟ مشكلة بشوف أبي ألقى آجي هذا مش اسمه. ما بعد ماكاو بشوفه فيه. أوه كمان طاني. زانغ بو مش اسمه هذا. لا ما أبي هذا. أظن لازم أوقف هني لأني أحس إني طولت حيل ف. كمل معكم مشوارنا من منطقة اللي اسمها زانغزو. زين فا كلكم سيو سوسو الماي فريندز.